تسعد حلبة البحرين الدولية موطن رياضة السيارات في الشرق الأوسط لاستضافة السباق الافتتاحي للموسم الاستثنائي الفورمولا 1 عبر انطلاق سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج 2022 من 18 وحتى 20 من مارس الجاري. نعم، هذا وتدخل بطولة العالم للفورمولا 1 حقبة جديدة بالكامل في موسم 2022، ذلك طبعا مع دخول مجموعة من القوانين التقنية الجديدة حيز التطبيق أخيرا، تهدف إلى تعزيز قدرة السيارات على التسابق فيما بينها واتباع بعضها البعض عن قرب أكثر من أجل تعزيز العرض المقدم على الحلبة. ستكون جائزة البحرين الكبرى فرصة لعشاق رياضة السيارات لمتابعة المنافسات، بالإضافة إلى انطلاق عدد من السباقات المساندة من أبرزها الفورمولا 2 والفورمولا 3 وتحدي البورش سبرنت الشرق الأوسط. كما ستشهد حلبة البحرين موطن رياضة السيارات في الشرق الأوسط جدولا حافلا من الفعاليات الترفيهية.